ازيكم يا جيش برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تحرمونيش من لايكاتكم وكومنتاتكم على الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الاسد الاربعاء 21 ابريل. على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك، إلا أنها لا تؤثر على أدائك في المهام المطلوبة منك يوميا، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كما أنك مخلص في العمل بدرجة كبيرة، فهذا يساعدك في السيطرة على الكثير من الظروف السيئة. عاطفيا، ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي شيء. عليك أن تكون متفائلا، فستدنو من أجل أحلامك وطموحاتك، فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد. لا تجعل ظروف الحياة تمنعك من مشاركة الحبيب لحظات رومانسية. مهنيا، مولود برج الأسد من المهم أن يكون لديك حلم تسعى لتحقيقه، لكن من الأهم أن يكون لديك الإصرار والصبر للوصول. صحيا، يجب أن تعطي لجسدك وقتا محددا واحدا لتناول الطعام، فحدد أشهر أسباب البدانة هو قلة تنظيم وقتك الطعام. توقعات برج الأسد للرجل الأربعاء 21 أبريل. تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة بالنفس. لا تفرط في إحساسك ولا تحاول أن تفرض وجهة نظرك على الآخرين حتى لا تأتي بنتائج عكسية. حاول أن تتصرف دون أن تهين الآخرين. تواضع اليوم، فهذا سيساعدك على إتمام العديد من الأمور. بشكل عام، أنت إما عبوس أو عصبي أو حساس لكل كلمة تقال، وهذا يجعلك فاقدا لمرونتك، متمسكا برأيك، فامنح نفسك المزيد من الوقت. توقعات برج الأسد للمرأة الأربعاء 21 أبريل. لن تستطيع تغيير شكلك لتصبح أجمل في عيون الناس، ولكنك تستطيع تزيين أخلاقك وتجميل أدبك لتكون أجمل ما رأت عيناك. الناس، كن طيبا تكون أجمل. تملكين الكثير من الخيارات طيلة الوقت، لكن اليوم خياراتك محدودة. لا تقلقي وحاولي اختيار أفضلها، وخذي وقتك الذي يكفيك للتفكير، وانظري إلى الصورة كاملة. الحياة تحتاج لبعض التنظيم. الشمس النهاردة في برج السور. القمر النهاردة في برج الأسد. قمر الأسد في برجك سيكون كل شيء على ما يرام وفي أفضل حالاته.